لحمك تشوك، لحمك تشوك، ديرونا لايك على هذا الجمهور. شاهدوا كيف خرج واليا واصحابه وبوزيدي تحت هاط من التصفيقات واعتراف الجمهور بما قدمه شبيبه. ديرونا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركونا تعليق على هكي وعلى المعليقات. الماتش راح نبيعوا لكم، ردوا عليهم ماذا قال بوزيدي، كلام رائع على الجمهور وواقي يخرج تحت التصفيقات. اسمعوا هذا الجمهور ماذا رجع. الماتش ماهوش مبيوع صديقي، احب من احب وكره من كره. كي تربح الجي اس كي يولي يقول لك الماتش مبيوع، والله صدقوني يعني تحبوا غير ديروا البلبل على شبيبة القبائل. 13 او 14 ماتش ما ربحتوش، ليازما خارج ميدانها كي ربحتهم شبيبة القبائل قال لك الماتش مبيوع. والله صدقوني باللي يعني كاين الناس والله غيروا من شبيبة القبائل، هذه المقولة اللي غيروا منها تاريخيا. يا جدك شبيبه نورمال متلبى الالقاب، واش بيكم الدوخو يا جماعه؟ معليش اليوم وغدا سيبان كلش ان شاء الله يا رب العالمين. شبيبه هذا العام ما مشاتش هذا مكان وسترجع الى مكانها الاصلي. ديروا لنا تعليقات على هذا اللي قال لك ماتش مبيوع، حاره من طرف جمهور وانصار شبيبه القبائل. الم واقي عرفانا لما قدمه، مباراه جميله اليوم. هذا هو الجمهور يعرف ودواق الجمهور، يعني على بالو باللي لعب اللي شمخ تريكو واللي لعب ودار بارتي مليحه. نشكر الجمهور هذا الرائع جدا، ما قاله بوزيدي فخر لانصار شبيبه القبائل. وهكذا قال بوزيدي: بدون الانصار لا نستطيع الفوز، واشكرهم على دعمهم لنا حتى الدقيقه الاخيره، واليد في اليد سنخرج من منطقة الخطر. سما بوزيدي هو اللي يربح الماتش والأنصار هما اللي يربحوا الماتش، وليس الماتش مبيوع. والحمد لله رب العالمين، والشبيبة كبير على من تفوه عليها ويحب يطيح لها ويحب يقلل من شأنها. لايك على الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. قلقوني يعني صدقوني قلقوني. سلام خوتي.